كيف يمكنك إنشاء حساب للفيسبوك دون رقم هاتف أو بريد إلكتروني بطريقة بسيطة جدا؟ السلام عليكم متابعينا الكرام في فيديو جديد. في هذا الفيديو كما هو واضح في العنوان وكما قلت في بداية الفيديو، كيف يمكنك إنشاء حساب للفيسبوك دون رقم هاتف؟ إذا عزيزي المشاهد، قبل أن نبدأ شرح هذا الفيديو، إن لم تصل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه أول مرة تسمع في هذا الصوت الجميل، انزل أسفل الفيديو هذا الجزر الأحمر مكتوب عليه سبسكرايب أو اشترك، اضغط عليه وفعل زر الجرس لتتوصل بكل ما هو جديد. إذا بدون أن نطيل عليكم ننتقل إلى الشرح. أول حاجة نحتاج إليها هو تطبيق الفيسبوك، فيسبوك لايت أو الفيسبوك الأزرق، كلا تطبيقين يمكن تجربة عليهم هذه الطريقة. بعد أن نقوم بالدخول إلى الفيسبوك، نقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد على الفيسبوك، ثم نضغط على التالي، ثم هنا نقوم بإدخال الاسم الأول لنا، وهنا اسم العائلة. نقوم بإدخال الاسم الأول، ثم نقوم بإدخال اسم العائلة، ثم نضغط على التالي. أنا قمت بإدخال اسم عشوائي. هنا يظهر لنا رقم الهاتف الخاص بنا، نقوم بحذفه، ثم نقوم بالضغط على تسجيل الدخول ببريد الإلكتروني. هنا يظهر لنا البريد الإلكتروني الخاص بنا، نقوم بحذفه. ثم ماذا نفعل؟ هنا هو مربط الفرس وهنا هو السر. نقوم بالخروج من تطبيق الفيسبوك ونذهب إلى تطبيق جوجل كروم، ثم نقوم بالبحث عن العبارة التالية. هذه العبارة تيمب إيميل، يظهر معنا هذا الموقع الأول، نقوم بالدخول إليه، ثم ننتظر قليلا. هذا الموقع يعطينا إيميل وهمي، لكن لا تقوم بتجربة هذا الإيميل في فتح هذا الحساب لتقوم بأمور غير شرعية، لأنه يمكن تتبع هذا الإيميل والوصول إلى هاتفك. نقوم بالضغط على نسخ، ثم نتوجه إلى الفيسبوك مرة أخرى ونقوم بإلصاق الإيميل هنا، ثم نضغط على التالي. نقوم بإدخال تاريخ الميلاد الخاص بنا، عفوا، ثم نضغط على التالي. نقوم باختيار الجنس هنا، ثم نقوم بإدخال كلمة سر جديدة. بعد إدخال كلمة السر الجديدة ونقوم بالضغط على التالي، هنا يخبرنا أنه اكتمل التسجيل. نضغط على إنشاء حساب في الفيسبوك. نهض قليلا لثم يتم إنشاء الحساب. هنا تم إنشاء الحساب، نقوم بالضغط على تسجيل الدخول بطريقة بسيطة جدا. بعد أن نقوم بتسجيل الدخول يخبرنا أننا علينا أن نذهب إلى هذا الإيميل ونحضر كود أو الرمز. نقوم بالذهاب إلى جوجل كروم مرة أخرى، ثم ننزل إلى الأسفل، نجد أن الفيسبوك قد أرسل لنا الرمز هنا. نقوم بنسخ هذا الرمز، نقوم بفتح هذه الرسالة، ثم نقوم بنسخ هذا الرمز ونذهب إلى الفيسبوك. نقوم بإدخال الرمز هنا، ثم نضغط على موافق. ننتظر قليلا لثم يتم الموافقة على هذا الإيميل. هنا تم تأكيد الإيميل، هنا يطلب من إدخال صورة شخصية. إذا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبك الفيديو واستفدت منه ولو قليلا، لا تنسى تضغط على زر لايك يا دعم وتشجيع لنا. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.